آمال عريضة يعلقها المتداولون في البورصة المصرية على عام 2022 بأن يشهد أداء أفضل لمؤشرات السوق وتعويضا لخسائر العامين الماضيين، وسط توقعات بإجراءات وطروحات جديدة تعزز أداء السوق خلال العام الجديد. فها هي أزمة ضرائب البورصة تضع أوزارها مع بداية 2022. تلغى ضريبة الدمغة على المتعاملين المقيمين لتحل محلها ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10%، فيما تستعد السوق لاستقبال سلسلة من الطروحات الحكومية والخاصة في ظل تأكيد حكومي على مواصلة برنامج الطروحات وإعلان عدة شركات عزمها طرح أسهمها خلال العام الجاري، ما يجعل البورصة برأي الكثيرين مؤهلة لانطلاقة جديدة في 2022. المأمول ان يبقى عندنا اربع شركات على مستوى يمكن السوق الكبير انها تبقى بتقدر تطرح وبتداول، ومن شركتين لثلاثه، يعني من ثلاثه لاربعه على مستوى السوق الكبير، ومن شركتين لثلاثه على مستوى السوق الصغير. شهية المستثمرين اكتر هتبقى ايجابية، خصوصا مع استئناف برنامج الطروحات الحكومية. احنا يمكن في خلال العام الماضي شفنا طرح شركة اي فاينانس اللي حققت طفرات في اول يوم تداول، كان يمكن حققت ارباح بحوالي 50% في اول يوم للتداول. وفيما تستعد البورصة لإطلاق مؤشرات جديدة من بينها مؤشر اي جي اكس 30 محدد الأوزان، يبدو أن ثمة آمالا بأن تتحسن شهية المتعاملين وأن ترتفع قيم وأحجام التداول خلال 2022. المستهدف والمأمول نسبة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي والاقتصاد المصري وأدائه، إن احنا يبقى عندنا أكثر من ذلك على مستوى معدلات التداول، زي ما شفنا كده في الربع الأخير من العام أداء طيب على مستوى سواء المؤشرات أو معدلات التداول. وتشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 18% ليصل إلى 765 مليار جنيه بنهاية 2021. ياسين الجوهري، سكاي نيوز عربية، القاهرة.